كبير التنوع البيولوجي داخل الإقليم، لها إسقاطات على المستوى الاقتصادي ولكن كذلك هنالك على المستوى الاجتماعي كما لاحظتم من أثناء العروض. فالمحافظة على التنوع البيولوجي يكون رافعة لخلق مجموعة من المناصب الشغل لتعزيز وتشجيع السياحة الإيكولوجية، ولكن كذلك لجعل المغرب يستجيب لمختلف الالتزامات الدولية التي وقع عليها في مجموعة من الاتفاقيات. وهنا نتحدث على اتفاقيات خصوصا الاتفاقيات المرتبطة بالتنوع البيولوجي، وأعتقد أنه المغرب حابل بتنوع كبير من ناحية التنوع البيولوجي، حيث غير في المغرب في جهة مراكش عفوا توفر على 200 نوع نباتي مستوطن هنا، وكذلك نتوفر على كذلك على 60 نوع حيواني مستوطن، وهذه تعتبر واحد الغنى قوي جدا لابد من المحافظة عليه، ونعتبره ثروة جماعية يستلزم على الجميع أن يتدخل من أجل المحافظة عليها.